مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم باسرتي. زي ما عودناكم برنامج اسرتي، احنا بنهتم جدا بصحه الاسره المصريه وخصوصا صحه المراه. موضوع حلقتنا النهارده مهم جدا، وهو وسيله من وسائل تنظيم الاسره مستخدمه بشكل كبير جدا عندنا في مجتمعنا المصري، وسيله امنه، وسيله بسيطه جدا، وسيله بتريح دماغ الست زي ما بنقول كده، وسيله اللوب. النهارده هنتكلم عن اللوب، وهنتكلم عن مين السيدات اللي ممكن تقدر ان هي تركب اللوب، نتكلم على الإيجابيات الخاصة بيه، وكمان هنتكلم عن السلبيات. احنا طبعا بنحب نتكلم عن كل الجوانب الخاصة بالوسيلة، وطبعا محدش هيقدر يفيدني أكتر في الموضوع ده من ضيفي اللي مشرفني النهاردة في قناة صحتي، الأستاذ الدكتور هشام البسطويسي، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. الله يخليك، منورنا دايما في قناة ربنا صحتي. يكرمك. وزي ما قلت، محدش هيقدر يكلمني بشكل مفصل أكتر يا دكتور من حضرتك في موضوع استخدام اللوب. زي ما قلت، اللوب مستخدم بشكل كبير جدا، سيدات كتير جدا عايزة تريح دماغها وتخلص من موضوع فكرة تأخر الحمل ومنع الحمل والقصة دي، فتروح ايه مركبة اللوب ومريحة دماغها. مبدئيا فكرته قائمة على ايه؟ تمام. اللولب، او خلينا نقول عليه، بيقولوا عليه الشريط، الشريط الشريط في المجتمعات، وفي بعض المجتمعات يقول لك الجهاز، وبعض الستات يقول لك اللولب، ايا كانت، هو في الاخر لولب. تمام. هذا اللولب المفروض ان احنا ناخد فكرة بس الاول، ان هذا اللولب فكرته اصلا عربية اسلامية. ليه؟ في الجزيرة العربية معروف ان كان هناك رحلة الشتاء والصيف، ونزلت آية صريحة في القرآن، رحلة الشتاء والصيف، سورة قريش. العرب كانوا بياخدوا الناقة يعدوا بيها لليمن، ودي رحلة الشتاء، ويرجعوا تاني رحلة الصيف. فكانت الناقة دي لما بتحمل بتعطلهم كتير عشان تولد، وعشان فحطوا زلطة في رحم هذه الناقة عشان قبل ما يعدوا الرحلة دي، حطوا زلطة في الرحم فما بقتش تحمل. ومن هنا خد الفكرة دي عالم صيني اسمه كراكنبرج، وعمل أول لولب في القرن الرابع عشر اسمه كراكنبرج. تمام. ده هيستوري اللولب. تمام. اللولب النهاردة عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن حاجة صغيرة كده، حرف تي غالبا، منه أنواع كتيرة. اللولب ده بيتحط داخل الرحم، يمنع الحمل أو يمنع حدوث الحمل، عن طريق إن الحيوانات المنوية بتلف حوالين العصاية دي وتنزل تاني. تمام. أو القناة اللي هي قناة فالوب، لما بتعمل حركة بريستالتك كده عشان تطلع البيضة، في وجود اللولب هذه الحركة بتبقى كده بطيئة، وبالتالي البيضة ما بتطلعش في الوقت المناسب عشان يحصل عليها حمل. تمام. دي الفكرة التانية. الفكرة التالتة هي احتلال فراغ الرحم، وعشان كده ما بيحصلش. اللولب هنا احد الوسائل زي ما حضرتك قلتي الامنة اللي الست بتريح دماغها فعلا، بدليل ان هناك سيدة من بين كل اتنين بيمارسوا تنظيم الاسرة مركبة اللولب. سيدة من كل اتنين، يعني اللي هو نص السيدات 50% 50% بيستخدموا اللولب، وحوالي 14 او 15 مليون سيدة في مصر مركبة لولب. عشان كده لازم نعرف ما هي شروط التركيب الصح، وليه بيحصل حملة عليه، وامتى نركبه، يعني وإمتى بعد ركبه؟ ما ولدنا ولادة طبيعية او قيصرية، ومين اللي تركبه، ومين اللي تركبه. حاجات كتير، كل اسئلة هو كتير. هو كل ده ما دي الحاجات المهمة عشان وقت علاقتك. تمام. اللولب مهم قوي ان هو يتركب صح، يعني يتركب في عنق الرحم وداخل الرحم، ونعمل سونار بعد كده. كان السؤال امتى نركب اللوب وازاي نركب اللوب. تمام. مهم قوي تركيب اللوب يبقى داخل الرحم، ونضمن انه دخل الرحم واستقر فيه، ونعمل سونار. حاليا بقى من بعد التسهيلات على طول الحالية ان احنا نقدر نعمل أشعة موجات صوتية، ونطمن ان اللولب في مكانه داخل الرحم بعد التركيب. بيتعمل لنا موجات صوتية بعد ما بنحط ده مهم قوي. ونجيب الست برضو عشان بعديها باسبوعين عشان نشوف هل الرحم ده استقر فيه اللوب ولا لا، لان اللوب ده وسيلة يعني طويلة المفعول. بتقعد قد ايه دكتور الوسيلة دي؟ طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، أي نوع لوالب بيقعد 10 سنين على الأقل. 10 سنين. إحنا لازم نكمل الموضوع ده لأنه هام جدا، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
رجعنا لكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ولسه مكملين حلقتنا النهارده ومعايا ضيفي اللي مشرفني النهارده في قناه صحتي، الاستاذ الدكتور هشام البسطويسي، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. اهلا وسهلا بيك الله دكتور. يخليك يا دكتور، قبل الفاصل طبعا اتكلمنا عن اللوب واتكلمنا عن الاستخدام الامثل او الطريقه لازم تبقى صح في تركيب اللوب، ولازم يبقى يعقب التركيب ده ان احنا نعمل موجات صوتيه عشان نتاكد ان اللوب اتحط في المكان الصح. كلام جميل. تمام، بعد كده بقى بيحصل ايه؟ امتى بركب اللوب؟ بركبه بعد الولاده الطبيعيه بقد ايه وبعد الولاده القيصريه بقد ايه؟ ده سؤال مهم قوي، لان للاسف ان الستات بتغلط والاطباء برضو بعضهم بيستعجل في تركيب اللوب. بيضغط تركيب اللوب بيتضغط تركيب اللوب هو ما هوش عمليه جراحيه، هو عمليه بتتم داخل العياده، وهذا اللوب مهم جدا ان هو يتركب صح ويتابع صح بعد كده. اللوب لما بيركب في الولاده الطبيعيه على 40 بركب، على 40 ما فيش مشكله، بيبقى اول ما مفتوح يقف فرد الدم خلاص. بالنسبه للقيصريه ينصح بعدم استعمال وسيله اللولب قبل 3 شهور من حدوث العملية. الولاده القيصريه. ليه؟ لان انا ما اناش عارف الرحم ده التئم الجرح فيه ولا لا، ولا انا عارف نوع الغرز اللي اتخيطت بيه، ولا انا حضرت الولاده الا لو انا اللي مولد وعارف. لكن مهم قوي ان انتظر عليها 3 شهور عشان يرتد حجم الرحم الى حجمه الطبيعي، الرحم اللي اتخيط، وخاصه ويتلقن. لو كان اكتر من مره ارتد الى الحجم الطبيعي بتاعه. فاحط اللولب في رحم طبيعي غير ما احطه في رحم مجروح لسه او اخرمه واطلع منه. تمام، فياريت 3 اشهر بعد بعد القيصريه. تمام. ده الوقت او التوقيت المناسب طبيعي ركب. وما انصحش انه يتركب اثناء الولاده عشان ما اناش عارف مقاس الرحم هيبقى شكله ايه. في بعض الاطباء بيعملوا وقت العملية بيركب اللوب، وقت دي ما هل في يكحت. سيدات بيتعمل لهم كده فعلا في بطلب منهم ولا وبطلب بالحالة منهم بتاعتهم؟ وبطلب من دكتور، وممكن ممكن نظريا ممكن وعمليا ممكن، بس يفضل انتظر عليها لما تخلص عشان الرحم يرجع لحجمه الطبيعي. الطبيعي. لكن في بعض الاحيان بنضطر ان مش هجيب الست دي انيمها مرتين، مره عشان اكحت ومره عشان اركب لولب. تمام، فلا، بالمره هروح مركب مركب اللولب اللوب. وانا تحت. طيب، في بعض السيدات يا دكتور ما ينفعش معاهم تركيب اللوب، انت بتقول لا ما ينفعش. طبعا زي مين بقى؟ اللي ما ركبتش قبل كده وسيله وما حملتش قبل كده ما ينفعش تركب معاها لولب. ليه؟ لان ما اعرفش طبيعه الرحم ده ايه، ما اقدرش اضرها. 2، الوالده قيصري ما ينفعش تركب قبل 3 اشهر عشان ما اخشش باللولب، اللولب ما يخرجش الرحم. تمام. 3، حدوث التهابات ومشاكل في عنق الرحم تمنع تركيب اللولب. 4، ضيق عنق الرحم الى الدرجه اللي تحتاج توسيع عشان اركب لولب. في بعض السيدات عنق الرحم بتاعهم ضيق سيرفايكال جدا ستينوزس، لدرجة ان عنق الرحم ضيق جدا يحتاج الى توسيع، ودي بنضطر نركب اللولب تحت بنك. دي قصة كبيرة دي. لا ولا كبيره ولا حاجه، يعني ممكن قصه تركب بسيطه. اللوب بس بعد ما توسيع، بعد التوسيع لازم توسع عشان اللولب ده يعدي. 4، بعض الستات اللي حصل عندهم نوع من البرفوريشن او مشاكل في اللولب قبل كده، يبقى ده ما ينفعش نركب جالها لولب. نزيف مثلا. لا، مش جالها نزيف، ما هو النزيف ده ليه نوع معين من اللوالب بتركب. لكن الرحم عمل لها مشاكل قبل كده، ودي نسبة 1 من 10%، فدي نقول لها خلاص ابعدي عن الوسيلة دي، مش مشكلة. 1 من 10%. بالمناسبة نسبة منع الحمل أو نجاح اللولب تصل ل 99.8% بشرط إنه يتركب صح. هتسأليني ليه بيحصل حمل عليه؟ ليه بقى في سيدات تقول انا حاسه ان انا حامل على اللوب، او مش شفناها في حاسه. مسلسلات كتير جدا. هو بيحصل طبعا انها بيحصل حمل تحمل. على اللوب. بيحصل طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ 3 اسباب، سبب خاص بالمريضه، سبب خاص بالدكتور، وسبب خاص بالايه؟ بالتركيب. بالبيئه يعني بالموقف نفسه. السبب الخاص بالدكتور انه ما يكونش ركب الايه؟ اللولب كويس، فركبه في عنق الرحم، وبالتالي الرحم نفسه فاضي فيحصل الحمل طبعا، كأنه مش موجود. ده انت حاطه في عنق الرحم، محطوط في حته غلط اصلا. وعشان كده نرجع نقول ايه، ان الكشف بالموجات الصوتيه على اللولب وقياسه نطمن انه داخل الرحم، يبقى انت كده سليم. تمام، ده الخاص بالدكتور. في سبب خاص بالست انها تركب اللوب، يعني هي تبقى عارفه انها حامل او مش عارفه انها حامل وتركب لوب.
لا بس اكيد الطبيب بيسالها هو هنا اخر بقى بيريود امتى. السبب ده مشترك ما بين الاثنين. ما في ستات اصلا بتستنصح على الدكاتره، وفي دكاتره طيبه تقوم تقول له الدوره لسه جاياني من اسبوع وهي جالها من 3 اشهر، فهمتي ازاي؟ تمام. وهو طبعا الراجل ايه بيبقى صدقها حامل، بتبقى حامل اصلا. وصدقها وراجل طيب وراح ايه مركب، فهي حامل فتسقط. يعني يعني يبقى بيحصل، دي مشكلة راجعة ليه السيدة، وان الدكتور ما سألهاش وراجع للدكتور. وراجع للدكتور. وعشان كده بننصح يعني ولادنا واخواتنا الصغيرين انهم لما يجوا يركبوا اللولب يا يعمل سونار يا يعمل تحليل تحليل حمل. حمل. ما يعني ما تصدقش قوي الست انها تقول لك الدوره، اصل الستات يعني حضرتك من النوع اللي ما اما بتصدقش بسوء اللي نيه يعني او اللي بحسن نيه، بتحكي كتير يعني ما هو من بتحكي. كتر ما شفت. فمهم قوي انك تبقي عارفه ان الست دي جايه عايزه تسقط، فتقول لك ايه اروح لدكتور صغير عشان ما يسالنيش ويقول لي لا واركب اللوب، وهي عارفه انها لما تركب اللوب هتسقط هيسقط. بنسبه 50%. شوفي بقى يعني ده هي سبب، ذكية جدا للدرجة دي. وهي مش مساله انها ذكيه، هو مهم قوي ان الدكتور ده يشيك ويشوف هي حامل ولا مش حامل. هي أكيد. قد تكون حامل من البدايه. تمام. السبب الثالث ان الست دي قلقها من ان في لولب وجسم غريب في الرحم، فتقعد تمسك، يعني بنقول لها بصباع واحد كده تحسي الفتلتين، ما بتعملش كده، تقعد تمسك في الفتلتين وتشد فيهم زي الجرس كده، فايه ينزل ينزل اللولب مكان. ويتحرك من مكانه فيصبح قابله لحدوث الحمل. يعني فعلا النهارده قدرنا نستفيد معلومات قيمه جدا من استخدام وسيله اللوب، وزي ما دكتور هشام قال وسيله اللوب وسيله امنه جدا، 99.8% نسبه نجاح اللوب، اذا هي نسبه مش بسيطه ومش قليله، واسباب بسيطه جدا بترجع لفشل هذه الوسيله نتيجه 3 حاجات دكتور هشام قالها، يمكن حاجات بسيطه نقدر ان احنا نتداركها نتجنبها باذن الله، نتجنبها ونتداركها اكيد ونتجنبها علشان ما يحصلش حمل في وقت مش مناسب، يعني اكيد طبعا في الوقت الغير مناسب. شكر خاص طبعا لضيفي اللي شرفني النهارده في قناه صحتي، الاستاذ الدكتور الله هشام يخليك. البستويسي، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. شكرا ليك يا دكتور، ميرسي يا ميرسي الله جدا يخليك. لوجود حضرتك، وان شاء الله باذن الله هنكمل معلومات اكتر عن وسائل تنظيم الاسره. ان شاء شكرا الله. لكم اعزائي المشاهدين، وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتم معنا، والى اللقاء.